السلام عليكم ورحمة الله، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نتكلم عن موضوع اسمه Predeterminers. هذا الموضوع هو 7-4-7 كتاب النحو مرحلة 3 الفصل الرابع. العفو، عندنا 3 كلمات الـ All والـ Both والـ Half. هذن الثلاثة احنا نسميهن بالإنجليزي Predeterminers، نسميهن بالإنجليزي Predeterminers. طيب، طبعا هذه البريديترمينرز لازم ننتبه على كم شغله مهمه وهي تنحفظ. مثلا عندك الهاف والاول، هاف واول، هذولا الاول تجيني ويا ذا والماي، طبعا الماي كل اسماء التملك، صفات التملك. الهاف تجيني ويا الا والذس والذات، هاي لازم تنحفظ لان راح يجيكم اسئله عليها بالامتحان، وهسه شويه اقول لكم شلون تجي. عندك مثلا الاول هاف تجي ويا ذا والماي والذيس والذوس. الاول والبوث ما يجيك وياها ارتكل، يعني ما اقدر احط وياها لا اي ولا ان ولا ذا. انطيك سؤال جاي بالامتحان دائما يجيبونه، مثلا يجيب لك بوث اول ا اول ا، هيك يجي لك اول وحط وراها ا ويقول لك صحيح الجمله، انت لازم تحذف ال ا، فانتبه لي على هاي الملاحظه. مثال كلمة org إن ما تأخذ الارتكل، فهو يجيب لك إياها مثلاً على سبيل المثال بالامتحان، فأنت هذا جدول لازم تحفظه، يعني خاص بالحكي. زين all و both ركز لي عليهم، شوف ال all تجوية ذني اللي هنا أسماء إشارة وضمائر التملك وإلى آخره. طيب ركز لي على هاي الملاحظة، يقول these determiners can occur only before articles or demonstrative. كلمة demonstratives معناها أسماء الإشارة. شوف إذن هذني الثلاثة الـ all والـ both والـ half، ذولا شبيهم، هذولا يجون before the articles، ها ركز لي عليهم. طيب but since they are themselves quantifiers they do not occur with the following quantitative determiners. أركز على هاي الشغلة، هذني ما يجوني ويا الـ every والـ each والـ some والـ any والـ enough. ركز على هاي الملاحظة، ممكن يجيني سؤال بالامتحان يقول مثلا both all مثلا half these predeterminers can occur before and after articles true or false. طبعا الجواب false لأن احنا ذكرنا only before articles، لا تنسى. الملاحظة الثانية تقول all و both and have of constructions which are optional with nouns and obligatory with personal pronouns. تبول على هاي الشغلة، عندنا ال all و ال both، هذني احنا سميناهن predeterminers. هذني الاثنين اقدر احط لهن اني او، اقدر احط لهن او عادي، يعني اقدر اقول all of both of عادي، تمام مو مشكله، اقدر احط لهن عادي، يعني اقدر اقول all of the meat both of students half of the time، اوكي عادي ماكو مشكله اذا كان عندي اسم عادي. بس اذا كان عندي ضمير هي اجباريه، إذا كان عندي ضمير هي إجبارية، إذا كان عندي ضمير هي إجبارية، تمام؟ يعني ما أقدر أقول all of مثلاً all it غلط. أو مرة شفت سؤال جاي بجامعة الكوفة يقول both them كم الجملة؟ قال شنو الخطأ هنا؟ صحيح التصحيح لازم نحط of إحنا من عندنا. طبعا هنا يقول with a quantifier following the of constructions is preferred in American، يعني اللهجة الأمريكية تفضل استخدام الـ of بكثرة. طيب اخوان بس اكو شغلة مهمة، لما تسمعون كلمة head شنو معنى كلمة head؟ معناها الاسم الرئيسي. head من اقول head يعني اسم رئيسي، من اقول the students هي الاسم، إذن هي الهيد هاي. أوكي خلاصنا شنو معنى هيد، نجي نقرأ الملاحظة. يقول all both not half، ها مو half، الهاف مو وياها. can occur after the head، يعني أقدر أقول the students all they both، تمام.
بس ما أقدر أقول هاف غلط. أيضا مرة جاي في جامعة بغداد كلية تربية للبنات أتوقع سؤال يقول the students have passed their exams. طبعا غلط، نشيل الهاف نحط بدالها لوور لوبث صح، بس ما يصير تحط الهاف وراء students. طيب ملاحظة أخرى يقول the predeterminers both. البوث هو يعتبر predeterminer واللي معناه اثنين في مثنى، يعني both مو معناه جمع. يعني شلون أوضح لكم إياه؟ شوفوا بالإنجليزي إحنا عدنا بالإنجليزي الاثنين جمع، تمام؟ بالعربي عدنا الثلاثة يكون جمع لأن الاثنين يعتبر مثنى. فكلمة both هي تندرج ضمن المثنى، تمام؟ يعني أنها تعتبر اثنين مو تعتبر جمع، ركز على هاي الشغلة. يعني هسا مثلا أقول both the students were excellent، شنو معنى كلمة both the students؟ يعني معناها عندي طلاب اثنين. the two students were excellent، يعني ممكن يجيني سؤال بالامتحان على سبيل المثال، على سبيل المثال يقول both the students أو the two students، يقول لك مثلا يجر لك خط جوا student، يقول لك replace استبدل the underlying item أو the underlying كذا with predeterminers with the right predeterminers، يعني معناها استبدلها ب predeterminer مناسب، راح نقول both. ممكن يجيني سؤال بالامتحان يقول لي على سبيل المثال مثلا the two students ويجر لي خط جواها وينطيني هنا اختيارات، ينطيني هنا اختيارات. شنو الاختيارات؟ راح يقول لي both، الحل الصحيح هو both، تمام؟ both لو all، طبعا الحل الصحيح both لان both معناها اثنين مو معناها جمع. خلاص هذا هو كل ما موجود بدرسنا، نشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.